لعبة الكراسي اليوم مع هشام علي. حياكم الله. قالت لي العصفورة: العصفورة تقول أن المالكي لن يذهب إلى الحنانة لحضور اجتماع الصدر. التسريبات اللي خرجت من الاجتماع ذكرت للعصفورة بأن السيد الصدر قال أنه لن يشترك في حكومة توافقية يكون المالكي جزءا منها، مبررا ذلك بأن جمهوره لا يزال يعتقد أنه المسؤول عن اعتقالهم ومحاربتهم. العصفورة تقول: عند دخول الصدر إلى الاجتماع حاول الجلوس على طرف المجلس، لكن السيد هادي العامري أبى ذلك وقدمه نحو الجلوس في المقدمة، وهنا بدأت الحكاية. السيد الصدر قال: أنا أريد تشكيل حكومة أغلبية وطنية قوية، ولا أريد الاشتراك بخلطة العطار. وهنا جرى حديث عن صولة الفرسان سنذكره في نهاية العصفورة. ووجه السيد الصدر كلامه للعامري مستحضرا مقولة الزواج الكاثوليكي التي أطلقها العامري قبل 6 سنوات، وقال المالكي في الاجتماع موجها كلامه لأحد الحاضرين: لماذا لا يذهب الصدر للمعارضة وإحنا نشكل الحكومة؟ وقال أحد الحاضرين: إننا نفضل ألا يذهب أي واحد منكم للمعارضة، بل نرغب أن يشارك الاثنين، ويقصد الصدر والمالكي في الحكومة. والمعارضة نتركها للأحزاب الصغيرة والتشرينيين، ولن يصل مجموعهم أكثر من 50 نائب. العصفورة تقول إنه المالكي غادر الاجتماع بعد انتهاء الغداء مباشرة، ومكررا حديثه بأن يذهب الصدر إلى المعارضة. وهنا تحدث الصدر وقال: لن أشترك في حكومة يكون فيها أحدهم قد خرج قبل قليل والآخر لا يزال موجود داخل الاجتماع. الذي خرج قبل قليل هو المالك المقصود. العصفورة تقول أن أحد الحاضرين حال دون حدوث مشادة كلامية بين أحد الشيوخ المعممين ورئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري على خلفية الجدل بشأن مكافحة الفساد. وأخيرا عصفورة تقول كان هناك استحضارا لصولة الفرسان من قبل المالكي. وهنا انبرأ الصدر مخاطبا الحاضرين ووجه كلام مما لا يتوجب على العصفورة أن تذكره. هاي العصفورة مال اليوم، وهذا اللي صار وهذا اللي جرى بيها، وبعض الكلام يمكن اضطرينا ما نذكره بيها خوفا على مشاعر البعض وخوفا على مشاعر الآخرين، وهو فعلا كلام لا يتوجب على العصفورة نقله أو ذكره في هذا البرنامج. خلينا نبلش بحلقتنا. المؤتمر الصحفي للإطار التنسيقي اليوم تحدث بملء الفم عن وجود تزوير في الانتخابات. تزوير يقول عامر إنه لم يكن وليد الصدفة بل مخطط له مسبقا، مؤكدا تقديم طعن للمحكمة الاتحادية مع أدلة وتقارير تثبت حدوث التلاعب الذي قال عدنان فيعان إنه تم من خلال أجهزة أصرت بلاسخارت على استخدامها في الانتخابات. المؤتمر أوصل رسائل متعددة، أولها الإصرار على وجود تزوير والذهاب بعيدا للاعتراض على النتائج والتعويل على المحكمة الاتحادية لإلغاء النتائج أو تعديلها. أما الرسالة الأهم التي فهمت من بين السطور وبين سطور المؤتمر هو أن مخرجات اجتماع الخميس لم تكن مرضية للإطار بعد الإصرار على حكومة الأغلبية من قبل التيار. رغم ذلك فإن المؤتمر لم يكشف أدلته للرأي العام ولم يتهم جهة سياسية محددة بالتورط بالتزوير. هذا اللي نريد نتحدث به اليوم، إضافة إلى موضوع
العصفورة، وارحب بالسيد نديم الجابري النائب السابق، حياك الله سيد نديم. حياكم الله، يا مرحبا. وكذلك ارحب بالسيد صالح الحسناوي القيادي في التيار الصدري، حياك الله سيد صادق. أنا صادق الحسناوي ولست صالح الحسناوي. صادق الحسناوي، نعم. وكذلك السيد سعد السعدي عضو المكتب السياسي لعصائب أهل الحق، حياك الله سيد سعد. حياك الله سيد الكريم أستاذ هشام. أبدو ياك سيد صادق، يمكن تحدثت العصفورة بكلام، وكل ما جرى في اجتماع الإطار التنسيقي مع السيد الصدر. سيد صادق، يعني إذا أريد نتحدث، هل فعلا أنه لحد هذه اللحظة السيد الصدر مصر على حكومة الأغلبية، أو على الحكومة الأغلبية، حكومة الأغلبية الوطنية، أم أن حكومة التوافقية قد ترجح الكفة على حساب حكومة الأغلبية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة أنه سمعت السيد مقتدى الصدر عزه الله تعالى تكلم بكل صراحة وبوضوح عما يتبناه من رؤية سياسية، وذكر في أكثر يعني من لقاء، وعبر عن رأيه أيضا بصراحة فيما كتبه، من أنه يتبنى فكرة أو حكومة الأغلبية السياسية، ولن يشترك في حكومة توافقية على الإطلاق. وأعتقد أن يعني جزء كبير من يعني مما دار في لقائه مع الإطار التنسيقي يعني كان حول هذه المسألة. ولا أعتقد يعني أن الاجتماع يعني لم يكن ناجحا كما هو مضمون التقرير، وإنما نتج عن هذا الاجتماع وهذا اللقاء تشكيل لجان تنسيقية يعني تتولى التحاور واللقاءات الثنائية، وقوية الوصول إلى يعني إلى تشكيلة حكومية ترضي المواطن وترضي القوى السياسية. وحكومة الأغلبية السياسية يعني لا تعني إقصاء أو إلغاء أو إبعاد القوى السياسية الأخرى، إنما يريد سماحة السيد أن تكون الحكومة حكومة شعب لا حكومة أحزاب، وأن يكون في البرلمان معارضة حقيقية وليست معارضة شكلية. يعني ما قيمة المعارضة؟ شيخ يجوز يروح السيد الصدر باتجاه حكومة الأغلبية ويفتح الموضوع ويا الإطار التنسيقي على أن يستبعد اثنين كما ذكرت لنا العصفورة بالمقدمة. يعني في الحقيقة أولا اشتراطات سماحة السيد ليست شخصية، وإنما يعني هو اشتراطات مشروع. من كان يتفق مع سماحة السيد في مشروعه وفي رؤيته حتما سيتفق معه، ومن كان يعني لا يتفق مع سماحة السيد في رؤيته وفي رؤاه بلا شك يعني لن يكون جزءا من المشروع، وربما يكون جزءا من المعارضة. شيخ، خلينا نسمي الأشياء بمسمياتها. هل سيتحالف يعني السيد الصدر مع السيد يعني المالكي؟ نحن بعيدون عن الشخص. نحن بصراحة صحيح أن هناك يعني أزمة في 2008 بأبان حكومة السيد المالكي، وكان ضحية هذه الأزمة التيار الصدري، ولكن سماحة السيد لا يشخصن الموضوع. الخلاف كان حول إدارة الدولة وحول المشروع السياسي، وليست مسألة يعني مسألة شخصية أو مسألة يعني لا مسألة احنا مو ثقرية. بصدد انه تشخيص او شخصنة الامور، لكن هذا اللي هذا الواقع السياسي كمان يقول يعني السيد المالكي لم يطرح نفسه يعني كرئيس للحكومة ويرشح نفسه لرئاسة الوزراء، حتى أنه سمعت السيد يعني يقرر إبعاده أو عدم إبعاده، إشراكه أو عدم إشراكه. هو يقود حضور السيد. حضور السيد يقود كتلة دولة القانون أو ائتلاف دولة القانون. نعم أنا أتكلم عن موقف سمعت السيد، يعني حضور السيد المالكي يعني اجتماع الإطار التنسيقي وحضور سماحة السيد مقتدى الصدر عزه الله يعني لهذا الاجتماع دليل على أنه هناك حوار
سياسي بعيد عن الشخص أنا وبعيد عن الموقف يعني من السيد المالكي. يعني ليست هناك مسألة فئرية أو شخصية، نحن بإزاء حوار وطني نأمل أن تكون مفاجأة يعني شيخ صادق، لكن مشروعكم يعني لا يتطابق مع رؤى السيد المالكي أو ائتلاف دولة القانون، وهذا اللي تريد تقوله. لا أستاذ هشام، يعني أولا العراق يعني حتى نكون واقعيين أكثر من 2003 وحتى هذه اللحظة يعني الدولة العراقية دولة فتية. الآن إحنا يعني بصدد تأسيس يعني لنظام سياسي جديد، صحيح النظام السياسي مر عليه 18 سنة أو أكثر من 18 سنة، ولكن يعني كانت هذه خطوات قيام الدولة خطوات متلكئة ومتعثرة. طيب. وانتصرت الهويات الثانوية على الهوية الوطنية العراقية، لكن يجب يعني في كل الأحوال مهما طال الزمن يجب أن نلتفت إلى ضرورة يعني ترميم الهوية الوطنية وأن يعني نمارس الديمقراطية بمقتضياتها وليس الديمقراطية شكلية. يعني ممكن من الممكن مثلا أن تتفق القوى السياسية يقولون يا احنا علي من هالدوخة هاي، إذا هو رئيس الجمهورية كردي ورئيس البرلمان سني ورئيس الوزراء شيعي، خلي القوى السياسية تتفق فيما بينها، الشيعة يرشحون رئيس وزراء والأكراد يرشحون رئيس جمهورية والسنة يرشحون رئيس برلمان وتخلص القضية وصير انتخابات يعني بس للبرلمان لا أكثر ولا أقل. يعني الآباء المؤسسون شيخ يعني حكومة أغلبية لو توافقية، هاي ديمقراطية، هاي ديمقراطية شكلية، ديمقراطية إجرائية. أفهمك. نحن ماضون بصدد يعني تشكيل حكومة الأغلبية الوطنية إن شاء الله. إذن هذا بالتسمية مجرد التسمية بين الأغلبية والتوافقية هناك اختلاف بالرؤى بين التيار والإطار، وهذا واضح. الإطار مصر على التوافقية. يعني أستاذ هشام أنا أرى أنه يعني حقيقة جزء كبير من اللغط حول موضوع الأغلبية السياسية. أي. والتوافقية أعتقد أن الخلاف في جزء كبير منه هو خلاف لفظي. أنا الذي أفهمه أن حكومة الأغلبية الوطنية هي يعني كفهم شخصي ورأي شخصي هذا أقرب ما تكون إلى التكنوقراط. وسماحة السيد لديه تجربة، يعني مثلا في 2008 رغم الخلاف مع، الآن ذكرت أن هناك خلاف مع السيد نور المالكي، رغم الخلاف ورغم يعني ما جرى في 2008 إلا أنه سمحته أمر وزراء الكتلة الصدرية بأن يقدموا استقالاتهم من الحكومة. طيب. بغية منح رئيس الوزراء الفرصة لتشكيل حكومة مهنية وحكومة خصوصية حكومة الأغلبية وطنية وفق مفهومها ومنهجها الصريح، يعني تمنحه الفرصة لأن يعني يحاسب الوزراء، لأنه إذا كان الوزير شيعي قيل بأن هذا استهداف للحزب، إذا كان وزير سني قيل أنه استهداف. أفهمك شيخ، لكن نعم هو بمفهومها العام حكومة الأغلبية نعم وهي حكومة تتكون على أساس الموالاة والمعارضة، قسم يروحون معارضة وقسم يروحون ويا حكومة الأغلبية، وهذا نمشي بهذا أساس الديمقراطية. لكن نريد نتحدث آمنا بالله آمنا بالله، لكن هذا يعني الآن في يعني في ظل الأرقام التي لدى الكتلة الأكبر الكتلة الصدرية اللي هي 73، أنه بدون ائتلاف لا يمكن تشكيل حكومة، يعني لابد من الحصول على أكيد. وهذا اللي راح نتطرق له بعد قليل شيخ، هذا اللي راح نتطرق له بعد قليل. أرحب بي سيد نديم الجابري مرة ثانية. سيد نديم، شفت مخرجات الاجتماع حسب ما ذكرت العصفورة، مخرجات الاجتماع ذاهبة باتجاه يعني هسه خلينا نقول هي أذابة الجريد، لكن بصورة أو بأخرى هي لم تصل إلى اتفاق، وبدليل اليوم المؤتمر الصحفي للسيد هادي العامري وبعدها السيد عدنان فيحان تحدثوا عن التزوير ورفض للنتائج وعلى المحكمة الاتحادية أن تقبل الطعون. بالتالي احنا رايحين باتجاه تشكيل فعلا حكومة أغلبية، رايحين باتجاه تمديد لحكومات التوافقية على أساس المضي بعد 2003. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم وتحياتي لسماحة الشيخ الحسناوي.
حياتي المشاهدين الأفاضل. حياك الله. واقعا الاجتماع اللي عقد بين السيد مقتدى الصدر وقادة الإطار التنسيقي بلا شك كان اجتماعا بروتوكوليا تخلله شيء من الحذر، يعني إذا حللنا من الناحية السيكولوجية الحركات والدخول والجلوس والنظرات راح نشوف أنها ما تعطينا يعني انطباع أن الأجواء كانت أجواء إيجابية أو أجواء ودية. واضح أن الأجواء متوترة للغاية. المنفعة الوحيدة اللي خرجنا منها من هذا الاجتماع أنه يعني في تقدير الشخصي تم تنحية مسألة خيار الفوضى أو خيار الاقتتال الشيعي. صح. هذه ربما المنفعة الوحيدة اللي ترتبت على هذا الاجتماع. وأعتقد هذا منجز لا بأس به لأن الفوضى هي أسوأ الخيار. لكن وفق الرؤى والمشاريع كل من يطرح رؤى مختلفة على الآخر. الرؤى شوف أنا أعتقد كل الأطراف تتحدث عن مفردات ولا تعنيها ولا تصل إليها. يعني أنت تسمع حضرتك مفردات أغلبية وتوافقية والأغلبية واحد يتحدث عن أغلبية وطنية واحد يقول أغلبية سياسية. أولا هي قصة ليست قصة تمنيات، يعني أنت مو بكيفك تسوي أغلبية وطنية لو أغلبية سياسية لو توافقية. هي فلسفة النظام الحاكم في العراق والنظام الانتخابي، هذا به مخرجات. هذه قضية يعني علمية واقعية. هذه الفلسفة هي تخرج لنا نوع الحكومة. ففلسفة النظام السياسي بعد 2003 هي فلسفة دولة المكونات، ودولة المكونات لا يمكن أن تفضي إلى حكومة أغلبية سياسية أو أغلبية وطنية. ليش دكتور؟ أقول لك بدليل أنه هسه إذا أريد نرجع إلى تفاهمات السيد الصدر وزيارة الوفد إلى أربيل وكذلك إلى السيد الحلبوسي. خلي أتحدث وياك بوضوح. أولا أنت تلاحظ هاي فكرة الأغلبية السياسية أو الوطنية هي مو أول مرة تطرح. زين. هي أول مرة طرحها السيد المالكي بعد في 2010. أي. وأنا لست ضد الفكرة، الفكرة سليمة، لكن أدوات تطبيقها غير ممكنة. يعني حتى لو أريد أن تطبق لكن الأطراف لا تستطيع أن تطبقها، هي بحكم الضرورة تضطر أن تذهب إلى التوافقية. لو كان النظام القائم يسمح بفوز كتلة أو حزب بأغلبية 51% هنا نستطيع أن نتحدث عن الموضوع اللي تحدث عنه. هي تحالفات دكتور. دكتور هي تحالفات. التحالفات عذرا عن المقاطعة، هي تحالفات. بالتالي تفاهمات السيد الصدر أو التيار الصدري مع بعض الأطراف من الإطار ما الفرق بين هذه التفاهمات والتفاهمات 2018 الإصلاح والتغيير؟ ما الفرق بينها وبين ما حصل في 2014؟ ما الذي الفرق بينها وبين اللي حصل 2010؟ باستثناء 2006 كان التقسيم على المكونات الصرفة، لكن من 2010 لحد الآن هي حكومات توافقية، لكن مو كل السنة يشتركون فيها ولا كل الشيعة يشتركون فيها ولا كل الأكراد يشتركون بس ما عندنا معارضة مسجلة دكتور. ولن تكون هنالك معارضة مسجلة. هذا النظام ما يسمح. هذا النظام ما يسمح. لا 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 النظام أكو جهات أو أيادي خفية لا تسمح. لا 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 بغض النظر عن الجهات، هي المنظومة السياسية هذه تجبر الجميع على تشكيل حكومات توافقية لأنه أكبر كتلة هسه حاليا من الكتلة الصدرية. الكتلة الصدرية إذا تريد تقيسها بالنسبة إيش قد تشكل من نسبة البرلمان؟ فما راح تشكل فد نسبة يعني كبيرة يعني بحيث تستطيع أن تشكل بتحالفها بتحالفها بواحد أو اثنين بتحالفها مع باقي المكونات. تحالفها من نقول أغلبية معناه ممكن أن يتحالف مع القوى الشيعية ويروح يشكل حكومة. زين. هذه مفهوم الأغلبية. أما أروح أتحالف مع جزء كردي وجزء سني وأقول هاي أغلبية لا، هذه توافقية بصياغة جديدة. هاي حكومة توافقية بصياغة جديدة. طيب. فلا، هذا النظام ليس من مخرجاته حكومة الأغلبية رغم أنها فكرة سليمة. أنت أكو قلبك حكي وكأنما ست أحد كتبت الدستور العراقي. نعم. يعني شنو لا يسمح النظام؟
هو مع احنا جاي نحكي اسس ديمقراطيه لو ما نحكي اسس ديمقراطيه نعم نحكي اسس ديمقراطيه نعم بما انه هذا النظام ما يسمح بفوز كتله كبيره حيث تستطيع ان تسحق الاخرين وتتغلب عليهم فاذا يضطر الجميع الى التوافق. طيب الان باع شلون المعادله الكتل السنيه حجمت الكتلتين الشيعيتين والكتلة الكردية كذلك قالت احنا ما نتعامل مع طرف شيعي ونترك الآخرين روحوا تفاهموا مع الأطراف الشيعية حتى احنا ندخل مع الخط العودة إلى المربع الأول كل المنظومة تدفع الجميع إلى العودة إلى المربع الأول اللي هو أنا لا أقول هو صحيح هو ربما واحد من الأسس اللي دمرت البلد وأفشلت التجربة السياسية طيب. لكن هذه مخرجاتها والمشكلة في العراق أنا أستغرب يعني هاي الأدبيات الجديدة وهاي الصيحات الجديدة قام يتحدثون أنه مجرد نسوي أغلبية ومعارضة وحكومة راح تحل مشكلة في العراق ليش هي مشكلة العراق بوجود حكومة أغلبية وحكومة معارضة شنو المشكلة؟ المشكلة أوسع من هذا المشكلة المشكلة بآليات الحكم العقيمة آليات الحكم ما تنطيك نجاح ما تنطيك اثنين كل القوى السياسية حتى على مستوى المكونات أقصت كفاءات مكوناتها واوع المشهد الشيعي شلون اقصى مكوناته والمشهد السني شلون اقصى مكوناته والمشهد الكردي شلون اقصى مكوناته البلد ما تبني شخصيات سياسيه لوحدها البلد تبني كفاءاته وعلمائه وين كفاءاته وعلمائه طيب خلينا ننتقل للسيد سعد العنصر البشري أي. المناسب حتى تتحدث خلينا ننتقل للسيد سعد اشوف رايه السيد سعد سعدي يمكن اطلت عليك رحب بك من جديد احنا تبشرنا خير توسمنا خير بالاجتماع اللي صار وقلنا خلص راح يفضي الى توافق وتصالح بين الاطراف المتخاصمه لكن اليوم المؤتمر الصحفي اللي عقده السيد هادي العامري والسيد عدنان فيحان وكأنما أرجعتنا إلى نقطة الصفر بسم الله الرحمن الرحيم تحية لك أستاذ هشام ولضيوفك الكرام ولمشاهدي قناة الشرقية الفضائية حياك بعيدا عن التحليل قد أتفق مع بعض الأمور التي طرحها ضيوفك خصوصا سيد جابري ولكن أختلف معه كثيرا بعيدا عن في بعض الامور يعني بعيدا عن التحليل وبعيدا عن ما قالته العصفوره ما تكبر قاع اليوم لو تبقى عليها تسوي لنا كوارث لانه نقلت اشياء غير صحيحه ابدا وبعيدا عن الواقع وبعيدا عن ما جرى في الاجتماع مع سماحه السيد مقتدى الصدر الذي جمعه مع الاطار التنسيقي بالعكس تماما اكد لك باعتباري قريب انت لا عاد قل لنا شو صار انا اقول لك بالتفصيل مثل ما ذكرتها بالتفصيل باعتبار قريب جدا من ما جرى ومن اجتماع الاطار التنسيقي أي. على العكس تماما كانت الاجواء ايجابيه جدا ووديه جدا وهذا هذه الزياره كانت لها نتائج طيبه اليوم الكتله الصدريه وسماحه السيد مقتدى الصدري فعلا كانت ايجابيه بدليل اليوم السيد هادي العامري عقد مؤتمر صحفي ما له علاقه ورفض نتائج الانتخابات يعني غير قدمنا خطوه هذا ما له علاقه مو من الموضوع ابدا مو قدمنا خطوه باتجاه خلينا اكمل الفكره وراح تفتهم السالفه تفضل مجال خلي اسولف يلا فوز لقائنا مع السيد مقتدى الصدر كان لقاء ايجابي تسوده الاجواء الوديه زين تحدثنا بما يخص كل التحديات التي يمر بها البلد وخصوصا مواضيع اساسيه منها رفض التواجد الاجنبي نهايه هذا العام، رفض مشروع التطبيع، الحفاظ على هيبه الدوله، بناء دوله المؤسسات. ليست لدينا نؤكد ليست لدينا في الاطار التنسيقي خصومه ابدا مع سماحه السيد مقتدى الصدر او الكتله الصدريه، بالعكس ما يجمعنا مع الكتله الصدريه مشتركات كثيره. منو قال لك خصومه؟ لا هو هذا منو قال لك خصومه؟ العصفوره تقول لا عصفوره لا قاعد عصفوره نقلت نصا ما تحدث به السيد الصدر والسيد المالكي ما نقلت العصفوره غير صحيح تماما وتحفظت على نقل بعض التفاصيل خلاف ما جرى 100% ابدا لا يوجد حديث مما نقلته لك العصفوره لم يكن هناك شخصنا ولم يكن حلو يعني انا فمن كلامك انه السيد الصدر شال الفيتو عن السيد المالكي ماكو شيء اسمه بالسياسه فيتو بالسياسه اكو مصالح البلد حتى المجلس الأمن ومصالح أبناء الشعب العراقي لا ماكو شيء اسمه فيتو في الكتل السياسية
ولا توجد في السياسة صداقة دائمة ولا عداوة دائمة. الموجود هو مصالح أبناء شعبنا. تحدثنا مع السيد الصدر بشكل واضح وصريح عن المرحلة القادمة لبناء الدولة وبناء البلد والعبور إلى بر الأمان بكل الأزمات التي يمر بها البلد، واتفقنا على تشكيل لجان تواصلية، وسوف يكون في الأيام القادمة لقاء. هل سيحضر السيد المالكي إلى الحنانة السيد سعد؟ سيكون هناك لقاء في الحنانة. هل سيحضر به السيد المالكي؟ قادة الإطار التنسيقي سوف يحضرون إلى هذا اللقاء. هل سيحضر السيد المالكي إلى الحنانة؟ ليش شخصاً إحنا؟ ما ليش شخصاً الموضوع؟ شنو شخصاً؟ عزيزي رجل سياسي وعنده كتلة وأكبر أكبر أكبر مقاعد بالإطار التنسيقي. شنو شخص الموضوع؟ هاي سياسة. لما نطرح عنا وجهات نظر نطرحها بحيادية، ما عندنا مشكلة ويا أي شخص، لكن إحنا اليوم السيد المالكي راح يحضر حنانة ولا لا؟ لم يتم التطرق لا في الاجتماع ولا بعد الاجتماع إلى من سيحضر. كان هناك اتفاق إلى حضور الإطار التنسيقي بجملته إلى الحنانة للقاء السيد الصدر لإدامة التواصل. هذا ما جرى. كانت الأجواء أكد كانت الأجواء إيجابية، ولم نتحدث عن موضوع الحكومة وتشكيل الحكومة والتفاهمات والدخول صحيح. في حكومة توافقية وأغلبية. بالعكس، كان حديثنا أيضا من جملة ما تحدثنا به موضوع التلاعب في نتائج الانتخابات والتزوير، وإننا ماضون في موضوع يعني متابعة يعني إجراءات الطعون والمحكمة الاتحادية. واليوم بالحقيقة سيد سعد كنت حاضر بالاجتماع؟ كنت قريب من الاجتماع. يعني شلون قريب؟ قريب من الاجتماع، ولكن لم يعني داخل منزل السيد العامري؟ هسه انت ليش دور سؤال في العصفوره؟ عيب سؤال في العصفوره. حاضر ما حاضر، المهم انا قريب من عندها. يعني حاضر قريب من يعني قاعد بيا السيد العامري وجاي تسمع. قريب من اجواء الاجتماع. نعم زي. قريب من اجواء الاجتماع، ونعلم بكل تفاصيل ما جرى، واصدرنا بيان بعد الاجتماع وضحنا فيه حقيقه ما جرى في داخل الاجتماع. أؤكد مرة ثانية كل أبناء شعبنا طيب. أنه الاجتماع كان إيجابي وتسوده الأجواء الودية. أؤكد لأبناء الشعب أنه ما تحدثت به العصفورة. أكيد العصفورة ما تسوي كوارث. هاي العصفورة سأنا ما أريد أناقش صحتها من عدمها. أنت حر بطرح ما تريد، حر بطرح ما تريد. ونرجع لأصل البحث اللي هو إذا ما كان أكو خلاف، هل ستتوافقون مع السيد الصدر بتشكيل حكومة أغلبية؟ راح يقبل السيد الصدر بتشكيل كل الإطار، يجي كل الإطار بدون استثناء أي شخص ويشترك مع السيد الصدر بتشكيل الحكومة؟ اولا من قال ان الاطار التنسيقي هو ضد حكومه الاغلبيه؟ بالعكس، هسه احنا لا لا لا، هاي مو عصفوره، هاي بيانات سيد سعد. اكمل لك ما تحدث بس على مود انت تكمل حديثك. بيانات الاطار التنسيقي كلها تصر على حكومه توافقيه. تفضل اعطيني اتحداك اعطيني بيان واحد. يلا شوف اقرا لي بيان. قبل ما راح تحكي راح اطلع لك بالجوجل. هذا جوجل سلام الله عليه. اقرا لي بيان للاطار التنسيقي تحدثنا به عن تفاهمات. السيد المالك ايش قال؟ السيد المالك ايش قال؟ مع حكومة توافقية. السيد مالك مو جزء من الإطار؟ وين قال؟ وين بيانه؟ وين بيانه؟ ادخل له هسه. انت ما متابع ايش سوى؟ ابدا، احنا نتحدث عن موقف الإطار التنسيقي. اولا لحد هذه اللحظة لم نذهب إلى أي حوارات وتفاهمات حول شكل الحكومة القادمة، هذا أولا، لأنه حديثنا هذا معناها اعتراف بنتائج الانتخابات، ونحن لم ولن نعترف بهذه النتائج المزورة، والتي اليوم من خلال المؤتمر الصحفي قد أوضحنا وفضحنا كل الجهات اليوم فضيحة بما تعنيه الكلمة للمفوضية، للمبعوثة الأممية، للاعب الخارجي، لكل الأطراف التي شاركت بتزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها. اليوم فضيحة من النوع المدوي، كشفنا كل حقائق. خلينا موضوع الانتخابات سيد سعد. احنا بعض الاطراف المجتمع الدولي اي بعض الاطراف تقول لماذا يتم اقحام بلاسخارت في موضوع الانتخابات؟ بلاسخارت مو هي العرابة التزوير؟ اليوم اثبتنا بالادله استاذ هشام عرابه التزوير للانتخابات. شلون بس ارد افتهم شلون؟ شفت يعني الشركه اللي المؤتمر شفته وحضرته كله، بس ارد افتهم شلون بالادله التفصيليه اللي تدين بلاسخارت.
بلا افخار راح اذكر لك مثال واحد فقط على تدل دلاله حقيقيه وواقعيه على ان بلاسخارت هي شاركت في التزوير بتقديمها هديه مصيبه، هي بالحقيقه مو هديه، الى المفوضيه المستقله للانتخابات، وقالت ان هذا الجهاز هو جهاز لتسريع عرض نتائج الانتخابات، ولكن في الواقع ثبت بالدليل القاطع، وهذا مو اثبت الاطار التنسيقي ولا العصائب ولا الفتح ولا اي جهه سياسيه، اثبتت الشركه الالمانيه هونسولد الفاحصه التي تعاقدت معها المفوضيه بان هذا الجهاز هو جهاز معالجه للمعلومات وجهاز ارسال يمكن من خلاله استيراد البيانات وتعديل البيانات وارسالها مره اخرى. هذا بحد ذاته يدل دلاله واقعيه وحقيقيه ودلاله واضحه على ان بلاسخارت هي تريد ان تلعب دور المندوب السامي في العراق. البعض يقول بان قوى الاطار التنسيقي يعني ما راح تصعد اكثر اذا تمت المصادقه، وان الموضوع اليوم المؤتمر اللي صار هو لان عندها بعض المعلومات وبعض التسريبات انه يوم الاثنين قد تصادق المحكمه على النتائج. صحيح هذا الكلام؟ احنا منذ اعلان نتائج الانتخابات الى هذه اللحظه لم نذهب الى تصعيد خلاف القانون والدستور. سلكنا كل الطرق القانونيه والدستوريه وسنبقى بهذا الاطار. قدمنا اليوم من خلال فريق محامين للاطار التنسيقي شكوى على المفوضيه للمحكمه الاتحاديه مدعومه بالادله والوثائق التي لا تقبل الشك من اجل الغاء نتائج الانتخابات واصدار امر ولائي بعدم المصادقه على هذه النتائج المزوره. اذا راحت المحكمه باتجاه المصادقه، شنو الخطوات اللي راح تتخذها قوى الاطار؟ اعلنا اليوم اننا سوف نحترم قرار القضاء وقرار المحكمه الاتحاديه مهما كان نوعه، حتى لو هو اصابكم بالظلم. هذا على كلام السيد هذا العمري. نعم، حتى لو اصابنا بالظلم احنا لن نخرج ولن نحيد عن قرار المحكمه الاتحاديه، وسوف تكون لنا خيارات سياسيه اخرى. ولكن اريد اكد بس موضوع واحد. تفضل. احنا من قال نحن يعني ضد حكومه الاغلبيه؟ بالعكس، احنا هسه نحكي كعصائب كفتح كدوله قانون. اصلا مشروعنا احنا في عام 2013 طرحنا، وانا تحدثت وياك في برامج سابقه، مشروعنا هو اما ان يصار الى تعديل طبيعه النظام السياسي الذي خلق لنا المحاصصة والتوافقية، والذي هو سبب بلاء هذه الشعب وبلاء الأمة، هو التوافق والمحاصصة والذهاب إلى إما نظام رئاسي أو شبه رئاسي، وإذا لم نستطع فأضعف الإيمان هو حكومة أغلبية، بمعنى أن تكون هناك حكومة وهناك أغلبية تراقب وتصحح أداء الحكومة. هذا مشروعنا، بالعكس احنا اليوم نعمل من اجله، ولكن بعد تصحيح المسيره لابد ان تصحح هذه المسيره. لن نقبل ان نكون شهود زور على الانتخابات هذه. طيب. المزوره التي ادخلت العراق في نفق مظلم. طيب سيد الشيخ صادق، يمكن نتحدث اليوم عن ما حدث خلال الساعات القليله الماضيه بموضوع انه المؤتمر الصحفي اللي طالب ب يعني تقديم طعون والنظر بموضوع الانتخابات او نتائج الانتخابات. بالتالي يعني كلام السيد هذا العامري كان واضح، اذا جاء يعني رغبه المحكمه الاتحاديه بالمصادقه فاحنا راح نمشي ويا المحكمه الاتحاديه وما راح نخالفه. هذا الشيء يعطينا انه كلام بانه ما راح يكون هناك تصعيد، لكن بالمقابل هل سيتنازل السيد الصدر عن حكومة الأغلبية الوطنية ويذهب إلى حكومة توافقية، باعتبار أنه يقول لك الجماعة احنا ضحينا، احنا قبلنا بالمحكمة الاتحادية ومصادقتها، لكن على أقل تقدير خلينا نروح إلى حكومة توافقية. يعني شو، أولا شكرا جزيلا. الحقيقة يعني في كل الانتخابات العراقية السابقة يعني كانت يعني تواجه باعتراضات و ايضا وب يعني شبهه التزوير اللي اترافقها، وهاي الانتخابات ايضا يعني لا تختلف عن سابقاتها. ايضا هناك معترضون وهناك من يرى بان الانتخابات جرى تزويرها، بالرغم من انه اليه الانتخاب جديده واليه الاقتراع ايضا اليه جديده. على اي حال يعني التيار الصدري غير معني بهذا الموضوع، لانه
ولا يؤثر يعني قرار الأخوة أو موقف الأخوة من نتائج الأخوة في إطار تنسيق من نتائج الانتخابات، لا يؤثر ذلك على طبيعة الحوار يعني فيما بينهم وبين التيار الصدري. يعني هم لا يوجهون يعني اعتراضاتهم إلى التيار الصدري وإنما إلى المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. سمعت السيد مقتدى الصدر يعني وضح انه هو يعني بين خيارين، اما ان تكون شكل حكومه اغلبيه وطنيه او بامكان الاخوه ان يشكلوا حكومه ويكون هو في بالمعارضه. وفي كل الاحوال يعني هو في كل الاحوال الحقيقه يعني اعتقد انه يعني لن يتسبب في أزمة أو في عرقلة تشكيل الحكومة العراقية. هو مشروع حكومة أغلبية، إن لم يوفق لذلك فمن الطبيعي جدا أن تكون الفكرة الصدرية في الشيخ صادق. الشيخ صادق يعني هل بالإمكان يعني بصراحة هل لدى التيار الصدري ولا برئاسة الحكومة تمام، هل لدى التيار الصدري تفاهمات مع بعض أطراف الإطار التنسيقي بمجرد المصادقة على النتائج راح يتم التحالف معها والمضي نحو المكونات الأخرى؟ يعني أعتقد أنه مخرجات الاجتماع كما تفضل الأخوة، مخرجات الاجتماع يعني كانت تبعث على التفاؤل وما نقلته العصفورة ويعني وصف الاجتماع لم يحصل مثل هذا الذي ذكر، يعني لم يحصل وإنما اجتماع افتراضي ما حصل ويبعث على التفاؤل وأيضا تشكلت لجان للتفاهم وبالتالي ممكن الإطار التنسيقي. أنا نقطة نظام، نعم أنت مطلع على بيان السيد أحمد المطيري وطلعت أكيد على بيان السيد جليل النوري. نعم. وذن نعم. البيانين إذا تقرأ ما بين السطور ولا يحتاج لها لا واحد محلل محنك بحيث يفرزنها تمام، تبين لك شنو اللي صار وخلق مقابل هاي البيانين بيان الإطار التنسيقي. شلون ما جابت حاجة؟ يعني هو لا جابت اجتماع افتراضي. اسمعني أستاذ هشام، هو لا شك طالما انه اجتماع يعني تحاوري فلا بد ان يحصل يعني لابد ان يحصل طرح وجهات النظر، واكيد ان وجهات النظر هذه يعني تختلف، ولو كان يعني هناك اتفاق يعني وتوافق في وجهات النظر لما كان هناك يعني اصلا داع لهذا الاجتماع اصلا. حتما يعني حتما انه هناك نقاط اختلاف جرى التركيز عليها ولا بد يعني من إزالة هذه العقد في طريق تشكيل الحكومة، وحتما هذا يتم بالتفاهم. إذا أنت اتفقت بعض الشيء مع ما طرحنا، طرحنا وجهات نظر ما تحدث به الحاضرون. إنه هناك مو كان هناك موجب لهذا الاجتماع على الأقل الاحتقان الجماهيري، وهناك من يبشر باقتتال شيعي. لا هاي انتهى بعد خلص بهذا الاجتماع انتهى. يعني هذا الاجتماع يعني الحقيقة ألجم الكثير من الأفواه. فعلا هو هذا الاجتماع كانت مخرجاته الأساسية وضع النقاط على الحروف وبين انه يعني مصلحة الشعب بالدرجة الأولى والمصلحة الوطنية مقدمة على أي مصلحة أخرى سواء كانت مصلحة يعني حزبية أو مصلحة كتلة من الكتل. والسيد الصدر حقيقة قالها بصراحة انه يعني هو مصلحة الوطن هي الأهم. تمام الشيء. قبل ما انتقل للسيد نديم، انا اريد افهم من حضرتك شو وقت راح تنتهي ازمه الثقه بين الاطراف السياسيه واحنا نروح بعد ما نحتاج الى هذه الصراعات. تمام ناس يعني تنادي بتوافقية. هي بصراحه هي 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 بصراحه ازمه الثقه يعني ليست بين القوى السياسيه العراقيه وانما هناك ازمه ثقه بين المواطن العراقي والدوله العراقيه. يعني هناك يعني عدم ثقة بالنظام السياسي القائم، بالتالي يعني أيضا المواطن لا يثق بالقانون. نرى الكثير يعني من ما يحصل يعني للوقائع أمامنا فيها حيف كثير على المواطن، بالتالي أن هذه الخلافات وهذا عدم الثقة هي أيضا متفرعة عن مشكلة كبرى. المواطن العراقي لم يشعر لا الكردي ولا الشيعي ولا غيره لم يشعر في يوم من الأيام أن هذه الدولة دولته وإنما هي دولة
من يمسك بزمام السلطه. ولذلك يعني ترى المظاهر المسلحه واضطراب مواطن للدفاع عن نفسه ولجوءه الى القبيله او الطائفه او المذهب. يعني نحن بحاجه يعني ليس فقط الى ترميم الهويه الوطنيه وانما الى اصلاح النظام السياسي القائم في العراق اليوم والى اصلاح الدستور. واعتقد يعني انه واحده من مشكلات العراق مثلا انا يعني ليس هذا رايي ولكن لا أتذكر بالضبط لمن هو لكن قرأته في أحد الكتب للباحثين يذكر بأن يعني كان النظام السياسي العراقي أيام الملكية أكبر من حاجة أو من عقلية المواطن العراقي، والنظام السياسي الآن هو أصغر من احتياج الفرد العراقي. إذا نحن بحاجة يعني بحاجة حقيقة إلى وضع معالجات حكومة الأغلبية الوطنية. هل ستُرجع ثقة الشارع بالدولة أو بالقوى السياسية؟ نعم عفوا. حكومة الأغلبية الوطنية هل ستُرجع ثقة الشارع بالدولة أو بالقوى السياسية؟ يعني هي لا تملك عصا سحرية ولكن يعني يمكن أن ترمم هذه العلاقة القائمة يعني بين المواطن والدولة العراقية. الرئيس الوزراء القادم رئيس الوزراء القادم صدر قح بعد نفس الخيار القديم عراقي قح عراقي قح يعني خلينا نشوف سيد نديم قح. سيد نديم وأرجع بالحديث. سيد نديم يمكن يعني أنا أسأل عدة أسئلة ما يخص شروط السيد الصدر. أول شرط سحب سلاح الفصائل وخليه بأمرة الحشد تحت عباءة السيد القائد العام للقوات المسلحة. هذا بحد ذاته هذا المطلب هل يرضي الإطار التنسيقي؟ ستك باعتبار طرف محايد. نعم لا بلا شك لن يرضي الإطار التنسيقي أو على الأقل أغلب قوى الإطار التنسيقي لن تقبل بمثل هذا الشرط خصوصا أنه أغلب وجوداتها هي قائمة على أساس قوة ما تمتلكه من قوة عسكرية أو من سلاح وبالتالي إن سلمت سلاحها. وأنا مرات أميز ترى بين القرار الصح وما يترتب عليه. والقرار صحيح لكن هل ممكن تطبيقه؟ أعتقد ما ممكن تطبيقه لأنه هاي المجاميع قد احتمت بالقانون. الآن عندك قانون يحمي وجوداتها المسلحة. زين المطلب الثاني سيد الصدر لما يقول حكومة أغلبية وطنية هذا ما راح والله أستاذ هشام الله يخليك حكومة الأغلبية الوطنية سيلغيها من الأدب السياسي لأنه لن تكون أبدا لن تكون لا لا ما ممكن ماكو لها مقدمات ولا هي المشكلة ولا لها مقدمات ولا أحد يؤمن بها. هاي ترى كل فترة واحد يطرحها نفس الصيغة. يعني نفهم من كلامك أنه السيد الصدر سيتراجع عن قراره بحكومة الأغلبية؟ سيذهبون إلى التوافقية شاءوا أم أبوا. نعم كل الأطراف ستذهب إلى التوافقية. لا عليك الآن بالأصوات العالية بالنتيجة النهائية ستذهب كل الأطراف إلى التوافقية لأن كل الأطراف تؤمن بالتوافقية. كلها تؤمن بالتوافقية. هذا خطاب للجمهور هذا مو خطاب للعمل هذا مو برنامج. زين من يحق له أن يختار رئيس الوزراء؟ الكتلة الأكبر باعتبار أنه التيار الصدري. هاي المشكلة القادمة. هاي بحد ذاتها. شوف. هاي متخوف. خل أقول لك هاي المشكلة الأكبر من الحالية. شلون؟ بعد مصادقة المحكمة الاتحادية راح تظهر مشكلة الكتلة النيابية الأكبر. الآن الأخوة الصدريين معتمدين على المادة 45 من القانون إحنا الكتلة الأكبر. والتنسيقية إذا ما حصل توافق بينهم. إذا ما حصل توافق راح تظهر مشكلة تسمى مشكلة الكتلة النيابية الأكبر. أولا قانون الانتخابات هذا قانون انتخابات فردية يعني ما بيه قوائم وبالتالي لا يجوز الحديث عن كتلة أكبر وإنما يتم الحديث عن نواب يتجمعون ليشكلون كتلة أكبر. هذه من كنا نتحدث عن كتلة أكبر كانت نظام قانونيا وين راح تمشي ال 45 لو 76 لا 76 طبعا 76 طبعا 76 اللي بها تفسير من المحكمة الاتحادية فراح يشتغل إذا ما اتفقوا راح يشتغل الإطار التنسيقي على كتلة أكبر على غرار ما حصل 2010 والسيد الصدر يروح معارضة قد يروح معارضة
لا هو هذا مأزق. الصدرين الإطار التنسيقي بدون الصدرين لا يمكن أن يدير الدولة بنجاح، والصدرين بدون الإطار التنسيقي لا يمكن أن ينجحوا في إدارة الدولة. فهم مجبرين على العمل سوية، مجبرين على العمل سوية، وبخلافه لن ينجح، أي منهما لن ينجح، وبالتالي راح ندخل في مأزق، وربما راح يتكرر. هاي سببها أزمة الثقة، إنه واحد يتخوف من الآخر، إنه لا يروح يقصيل سياسياً، لا يروح يستخدم الدولة ضده. لا النضج السياسي غير كافي. النضج السياسي غير كافي. عسى حضرتك بمقدمة البرنامج من تحدثت على الأجواء اللي سادت الاجتماع، ويعني مو أجواء رجال دولة بصراحة، يعني مو وجهات نظر، ما تبقى لا وجهات نظر، لا التقييمات الشخصية والصراعات الصفرية. دكتور ما يصير بين الناس، ما قاعدة صار لها سنين، أو هسه صار فرصة وقعدت، من حقها نطرح وجهات نظر. وجهات نظر حتى إذا صحيحة. أنت بينك وبين أخوك متعاركين ورا سنتين ثلاثة هم تطرح وجهات نظر. حضرتك اللي طرحته صحيح زين، بس أنا أقول يعني ما تم التعبير عنه وما تم التحاور حوله، هذا ما ينطيك انطباع أن هنالك نضجا سياسيا ومجموعة ستقود البلد إلى بر الأمان. وصلت الفكرة. أنا خلنا أشوف سيد سعد. أستاذ سعد، خلاص أن الحكومة هي حسب كلام دكتور نديم يقول لك ما ترهم النقالبنا، ما يرهم له حكومة أغلبية. هذا اللي أفهمه من عندك، أنه أنت مطمئن ومسترخي، قوى الإطار مسترخية، أنه ما يرهمنا غير حكومة التوافقية. فنروح حكومة توافقية، وكل هاي الجعجعة اللي جاي يصير ستنتهي بمجرد المصادقة على النتائج. شوف، أنا أتفق تماما مع ما تفضل إليه السيد الجابري. على أمر الحكومات المتعاقبة كانت هناك صيحات ورؤى بالذهاب إلى حكومة أغلبية، ولكن الحقيقة خلاف هذا تماما. لا توجد كتلة سياسية، ما استثني الكل، لا توجد كتلة سياسية يعني تضحي بمكتسباتها وبامتيازاتها في نيل حصص من الحكومة ومن الدرجات الخاصة ومن الهيئات. هذا اللي احنا عبرنا عنه بالإقطاعيات، نظام الإقطاعيات السياسي. هذا نظام إقطاعي حقيقي، وهو سبب كل المشاكل اللي نمر بيها. ولذلك مثل ما تفضل السيد الجابر، احنا نحتاج الى نضج سياسي حقيقي، نحتاج الى عقلية تفكر ببناء دولة المؤسسات وليس ببناء. راح ارجع لك على النضج استاذ سعد، راح ارجع لك على النضج، لكن بالسؤال الاخير اريد اوجهه للشيخ الحسناوي، يمكن لان عنده موعد ولازم يغادرنا. الشيخ صادق، يعني سؤاليا ما تفضل به السيد نديم، لا يمكن الذهاب إلى حكومة أغلبية وطنية، هاي نقطة، والنقطة الأخرى لم نصل حتى اللحظة إلى مرحلة النضج السياسي. تفضل شيخ صادق. سي وعلى يعني وندرة رجال الدولة، فأعتقد أنه أي متابع للشأن العراقي يمكن له أن يشخص ذلك. نعم، هناك الكثير يعني ليسوا أهلا للمسؤولية وليسوا أهلا لإدارة يعني أصغر من وزارة، وجاءت بهم الصدفة إلى مواقع يعني أكبر من إمكاناتهم بكثير. وكذلك النضج السياسي، بدليل أنه أي أزمة تفسر على أنها انغلاق سياسي، الحقيقة هو ليس هناك انغلاق سياسي، الحلول كثيرة لكن هو انغلاق في أفق التفكير. أما مسألة يعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية، يعني هي تبقى أطروحة يعني قائمة، طموح قائم، لكن سيد نجيم. نعم، دكتور نديم الجابري. نعم، اسمح لي. تفضل. نعم تفضل سيد. أطروحة قائمة إذا توفرت الظروف لنجاحها، وهي يعني تحتاج تضحية أكيد، ممكن أن تنجح. زين. سمحت السيد يعني سمحت السيد مقتدى الصرير بإصراره على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، أكيد أنه يعني يريد أن يحرك الراكد من الوضع السياسي القائم، ويريد أيضا أن يعني يريد أن يأتي بما هو جديد، وما من شأنه أن يكسر الرتابة والروتين السياسي. يعني دكتور نديم يقول لك ما حد يقدر يشتغل بدون الثاني، لا الإطار يقدر يشتغل بدون التيار، نعم 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 ولا التيار يقدر يشتغل بدون. لا لا
لا يمكن انكار ذلك يعني، لا يمكن انكار ذلك يعني. القوى السياسيه الاخرى يعني بدات تتعامل مع المكونات على انها بيوت، بيت سني، بيت شيعي، بيت كردي. لابد ان يفاوض يعني احد عن البيت الشيعي واخر عن البيت السني والثالث عن البيت الكردي. فبالتالي يعني واحد لازم يضبط وضعه من داخل بيته ويخرج من بيته قويا. أنا جاي أفهم من كلامك شيخ، وكأنما أنه السيد سيقبل شيئاً فشيئاً بحكومة توافقية. قبل كان صدر قوح، السلام قلت لك عراقي قوح. لا 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 لا، لا هو لن يكون جزءاً من أي توافق إذا ما يعني صار قرار. إذا هذا يأكل كلام العصر. اسمعني، إذا لا لا لا، هو السيد أصلاً يعني ما يحتاج القضية تحديد. هو السيد قال إما أن أكون نشكل حكومة أغلبية وطنية أو أكون في المعارضة، يعني المسألة لا تحتاج. إذا خصم الحكي، السيد الصدر لن يشارك بحكومة توافقية، لن يكون جزء من حكومة توافقية. طيب. نعم طيب، أنا يمكن عندك موعد وأخرتك شيخ صادق. عندي موعد، شكرا جزيلا صادق العسناوي، شكرا جزيلا لك ولكل ما تفضلت به، شكرا جزيلا لك. أرجع لك سيد سعد. هذا الخيار يقول لك أنا غير الحكومة الأغلبية ما عندي، بالتالي هل نحن أمام معضلة جديدة تضاف إلى معضلات العملية السياسية ومخرجات الانتخابات 2021؟ ستضاف لها مشكلة أنه عدم اشتراك التيار الصدري بالحكومة أو بحكومة القادمة؟ أستاذ هشام، بالحقيقة احنا هسه ما نعتبر هاي المعضلة الحقيقية. المعضلة الحقيقية والتحدي الحقيقي هو ما سوف تذهب إليه المحكمة الاتحادية من قرار فيما يخص يعني ما تم تقديمه اليوم من أدلة قاطعة في تزوير الانتخابات. هذا راح يتوقف عليه مصير عملية سياسية كاملة. يعني احنا صح قلنا احنا راح نوافق ونقبل بأي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية، ولكن احكي لي عن مدى قبول الشارع لهذا القرار، مدى قبول يعني أبناء الشعب العراقي بهذه القرارات وإقبالهم وإعادة ثقتهم. كيف راح نقدر نحافظ على هذه الثقة؟ هذا تلويح بالتصعيد سيد سعد، هذا تلويح بالتصعيد. لا 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 لا، ما فهمت قصدي. أنا أسألك سؤال، أقول لك إحنا ليش رحنا انتخابات مبكرة؟ غير أكو أزمة ثقة ما بين الناخب العراقي وصندوق الاقتراع. أي. إذا ما ذهبت المحكمة الاتحادية لا سامح الله إلى المصادقة، أيوة. بعد راح تبقى ثقة يعني راح تبقى ثقة، هاي الثقة القليلة اللي بقت اللي هي 25% شاركوا بالانتخابات، راح تبقى هاي الثقة وراح نشوف انتخابات في المرحلة القادمة. لو ما راح نشوف أصلا، يجوز 10 يجوز 5%، يعني بمعناها إحنا أمام تحدي في بقاء العملية السياسية أو نسفها برمتها. ولذلك اليوم المسؤولية ملقاة وثقتنا كبيرة بالمحكمة الاتحادية. هذا يفهم على أنه لي ذراع هذا السيد سعد. لا لا، هذا إذا أنت ما راح، إذا راح تذهب تجاه المصادقة، فأنت هاي حتى الثقة اللي قليلة اللي هي 25% اللي تحدثت بيها، فإنه راح نفقدها. واضح طبعا، هي واضحة راح نفقدها. أكيدا أكيدا راح نفقد هاي الثقة، بس هذا ما له علاقة بما سوف ما هي مواقفنا ما بعد قرار المحكمة الاتحادية. لا، احنا وضحنا اولا احنا راح نحترم قرار المحكمة الاتحادية، وراح تكون عندنا خيارات، اما نقاطع العملية السياسية واما نذهب الى المعارضة. نعم، اما نقاطع العملية برمتها، يعني نوابنا الفائزين ما راح يرحون يؤدون القسم ولا يشاركون بالبرلمان، او نذهب الى المعارضة، لن نقبل ان نشارك في حكومة بنيت على باطل. إذا أنا أرد أخذ الحشوية منك قبل ما أنتقل بسؤال أخير للسيد نديم، أنتم لن تشتركوا بحكومة على وفق النتائج الانتخابات اللي طلعت لكم، يا أما المعارضة يا أما المقاطعة. ما بني على باطل أستاذ هشام، ما بني على باطل فهو باطل، والحكومة القادمة إذا تشكلت على انتخابات مزورة سوف تكون حكومة ضعيفة. نوابكم ما يطبون مجلس النواب إذا بقت النتائج على ما هي عليه. هذا واحد من الخيارات، إما نقاطع أو نذهب إلى المعارضة. طيب، وإذا ذهبنا إلى المعارضة معناه هذا احتجاج، هذا احتجاج على أكيد. عملية انتخابية فاسدة وفاشلة، لن نشارك في هذه الحكومة التي لن تدوم. أنا أكد لك إذا تشكلت الحكومة سواء كانت هذا تهديد الحكومة القادمة، واضح. لا لا، مو تهديد، إنه إذا شكلت حكومة على وفق المقاسات الحالية ما راح تستمر.
تستمر اكيدا، لان الانتخابات مزوره، ابناء شعبنا لن يدعموا هذه الحكومه، احنا اذا ذهبنا الى المعارضه لن ندعم هذه الحكومه، راح نكون معارضه قويه بوجه يعني كل ما سوف ستستمرون في التظاهرات اذا بقيت النتائج على ما هي عليه. ستستمر التظاهرات الى حين تصحيح النتائج وتصحيح المسير، هذا راي ابناء شعبنا. تمام. لا يستطيع احد ان يقف بوجه الشعب. تمام. سيد نديم اسالك لو اتعلق، خليك تعلق على الحديث تفضل. انا اعتقد يعني تفضل بالاستاذ صحيح، يعني اذا سارت الحكومه بجناح شيعي واحد اعتقد سيكون عمر الحكومه قصير. يعني أي جناح من الجناحين إذا سار نحو التحالف مع الكتل السنية والشيعية بمفردة فعلا سيكون حكم مدة الحكومة سيكون قصيرة. لكن أنا أطمئنك كلها شغلة، أنه راح تكون حكومة توافقية وسيشارك فيها التيار الصدري وسيشارك بيقول لك النتائج ما راضين عليها، حتى لو ما راضين عليها سيشاركون. لا عليك بالكلام، عندك عصافير؟ عندي اكثر من عصفور. سيشاركون جميعهم بلا استثناء، وخصوصا الاطراف الاساسيه في التنسيقيه والتيار الصدري، لن يذهب احد الى المعارضه لانه اصلا لا يؤمن بها وما حد راح يقاطع، لا يؤمنون بالمعارضه، كل معتبر والمقاطعه حكام. والمقاطعة ولا أكو مقاطعة، كلهم راح يشكلون حكومة سوية في نهاية المطاف، وبالتالي تمضي الأمور مثل ما مضت. شنو المعطيات اللي تخليك متيقن؟ شنو المعطيات اللي تخليك متيقن؟ يعني هسه هذا الاعتراض مثلا انتخابات، أستاذ قال انتخابات هاي ما لا يمكن نقبلها، ما أنت قبلت بانتخابات 2018 اللي كان نسبة التلاعب بها أكبر. زين. يعني ليش راح اقول لك يعني انت ايش معنى الان راح تعارض، وفي حين ذيك كانت يعني التلاعب اوضح بكثير من هذه الانتخابات، لكن الكل مضوا بالطريق فلسفه المعارضه، فلسفه حكومه الاغلبيه السياسيه غير موجوده في ادبيات القوى السياسيه الحاكمه. نشكرك الشكر الجزيل الدكتور نديم الجابري النائب السابق والسياسي العراقي، شكرا جزيلا. شكرا لك. الشكر موصول الى السيد سعد السعدي عضو المكتب السياسي لعصائبه الحق، ولمن انضم معنا الشيخ صادق الحسناوي القيادي في التيار الصدري. شكرا موصول اليكم، نلتقيكم ان شاء الله في حلقات قادمه.